بنات، كيفكم؟ اليوم ممكن حلقة راح أعرفكم عن مجلاتي. يلا نبلش. طبعا أول مجلة وهي فلة، مثل ما أنتم شايفين وريتكم بالفيديو اللي فات أو السابق، وريتكم هاي. والثاني مجلة عنا سبيس تونات، كله سبيس تون، سبيس تون أقصد هذه الشخصيات من هورس لاند حلوة، بس ما أعرف الشخصيات، أنا كنت صغير ونسيت وما عرفت أساميهم. طبعا وحعرفكم ثالث مجل او قصد يعني رابع مجلة. طبعا سبيس تون ربما على ما اعتقد قد تكون هي سبيس تون للبنات، يعني انا بنت طبعا، انحسبت للولاد طبعا. ومودي كتير حلوة، في اشياء شخصيات هيك طبعا، وهي فلة. فهذول الشخصيات هذول انا لقيتهم كله في المدارك، بس انا مين اللي اشتريته؟ هي طبعا اشتريته اكيد، وهذا كل مجموعات اشتريناهم من قبل، وطبعا حلو العودة للمدارس هيك. وعندنا مجلة فلة، هذا لقيته من زمان، انا ما انا لقيته من محل سبيس تونات طبعا. وهذه مجلة العدد 41 طبعا. فهذه المجلة بس أنا ما حبيت الأولاد، أخي أعطاني إياه فما حب مجلته طبعا، وبعدين ما حب مجلته كتير، ما عجبته وما حلو، وما عجبته مجلته، بس أعطاني إياه، بس أنا مو ولد أنا بنت طبعا. هاي مجلة فلة وشخصيات فيها، هي هذه الوحدة كانت عندي وهذه كانت عندي، بس كانت عندي وبعدين ضائعة وبس وتكسر. ومجلة اللي ما قبل الأخير فلة، مجلة الوحدة هاي أنا لقيت وحدة من سبيس تونات، والكل موجودات في توز أر أس وألعاب الحسين. وآخر المجلة اللي ما قبل الأخير اسمه مجلة ماجد، بس أنا كانوا عندي كتار وبعدين قطع، فهذا مقطوعة أصلا، إنه تعرفون بأنه مجلات كتير قدام أصلا، قدم كتير 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 قديمة. طبعا إذا كانت ما عجبتكم، وآخر مجلة طبعا أخي مرة تاني، مش هاي طبعا، أعطني إياه طبعا، أخي أعطني إياه طبعا، وما حاب المجلة، ما عجبته أصلا. إني صحيح صدقوني إني بنت طبعا، أنا بنت صحيح، ويعني إني مو يعني أعطني إياه، فقلت أنا بنت مو ولد يعني. فهو طبعا لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، وبحبكم كتير طبعا. هذا مجلة سبيس للأولاد، فأنا أنا بنت صحيح، بس قلت أعطني مجلة، أنا 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 ما عجبتني مجلتي إنه مو حلوة، فهذه مجلتك حلوة أصلا، فأنا بنت مو ولد أصلا. فلا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، وبحبكم كتير يا أحلى ناس بالعالم. باي باي يا سبيس تونات، تصبحون أنا أحبكم.